اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج قبل ان يقرع الجرس. ضيوفي لهذه الحلقه السيده سين حمزه القياديه في تحالف نينوى لاهلها. مرحبا بك ست سين ضيفه عزيزه، كما ارحب بضيفي الاستاذ الدكتور فتحي الحياني استاذ القانون الدولي والمتابع للشان السياسي. مرحبا بك دكتور. إلى حد هذه اللحظة لا نستطيع أن نتحدث عن وعي بالعملية الانتخابية وأهميتها لدى أغلب المواطنين، وهذا سببه أحياناً في جزء منه هو الأزمات المتكررة اللي يعاني منها البلد. فما مر عام إلا وهناك أزمة. أمر كلش مهم يؤذي الناخب، وهاي حقيقة لازم يكون المرشح صادق حتى يلقي أصوات صادقة. للأسف الشديد يعني هناك توقع بأن هنا ستكون هناك نسبة مشاركة عالية في محافظة نينوى، ولكن عندما نتحدث عن الأرقام ونتحدث من الذي يحق له أن ينتخب، فلا يحق إلا لمن حدث بياناته بيومترية. أنا أشوف أصعب الانتخابات اللي تحصل هي داخل مركز المدينة، لأن نلاحظ الانتخابات السابقة للأعوام السابقة سواء انتخابات مجالس محافظات أو انتخابات البرلمان دائما هناك عكوف واضح من مركز القضاء،